بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد النبيين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. في أثناء حجة الوداع وفي أواخرها يشاء الله تعالى أن ينزل جزئين كريمين من كلامه المبين. لا أعني بالجزء ما اصطلح عليه من تقسيمه في عصرنا بحيث يكون 20 صفحة أو غير ذلك، وإنما أقصد بالجزء كلاما من كلامه المبين العظيم. ففي أوسط أيام التشريق أو في يوم النحر، في يوم النحر يعني يوم العيد الكبير، أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله آية كريمة عظيمة، هي قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس. يظن بعض الأحباب أن هذه هي آخر آية نزلت في القرآن العظيم، وليس كذلك، ليست هي آخر آية. نزلت هذه إذن أعيد في يوم النحر في أثناء حجة الوداع. فلما تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بكى عمر رضي الله عنه كما روى الطبراني وغيره. فقال له رسول الله: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا نبي الله، إن الله يبلغنا أنه قد أكمل لنا الدين، وما تم شيء وكمل إلا نقص. فقال: صدقت. قال: كيف يعني الدين ينقص؟ يعني لا، إكمال الدين بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله كل ما يحتاجه البشر في حياتهم، ووقت هذا الإنزال كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتم تبليغ دعوته للناس ماذا سيكون؟ سيقبضه الله إليه. فهذا قبضه إليه، رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الناس، نقص في الدين، لا لأن الدين ناقص، بل لأنه أصيب بمصيبة شديدة. فقال له: صدقت. ولم يلبث في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق حتى نزل عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات عليه يصلي صلاة إلا سبح، ولا أجده في ليل أو نهار إلا يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. يعني حتى في خارج الصلاة. الأولى، الآية الأولى والسورة الثانية إذا جاء نصر الله والفتح، كلتاهما فيهما إشارات ربانية بقرب قبض الحياة النبوية وإنهائها. ويرجع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج إلى المدينة الطيبة، ويشاء الله تعالى له أن يكون أول شيء يحدث له بعد رجوعه من حجته، حجة الوداع، أن يبلغ بمرض ابنه إبراهيم رضي الله عنه، فيخرج ليراه فيراه على حال شديدة. ثم قال: ليش يخرج ليراه؟ ليش؟ أين هو؟ كان قد أعطاه صلى الله عليه وسلم لامرأة ترضعه، أمه هي السيدة ماريا رضي الله عنها التي كانت قبطية فأسلمت رضي الله عنها.
ورسول الله كل أولاده ذكورا وإناثا من السيدة خديجة إلا إبراهيم هذا رضي الله عنه فهو من السيدة ماريا. قال: فخرج إليه إلى مكان ظئره، الظئر هي المرضعة، وكان زوج هذه المرضعة، هذه المرأة الصحابية وزوجها الصحابي، كان قينا حدادا، قين يعني حداد. فدخل إليه فرأى الطفل يتألم ويشهق، فتألم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، ودعا له ومسح على رأسه، ويرجع فلم يلبث إلا يسيرا حتى جيء إليه فأخبر أن الله قد قبض ابنه إبراهيم. فيأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إليه ويقبله ويشمه، ثم يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ودمعت عيناه الشريفتان صلى الله عليه وسلم. يشاء الله له ألا يعيش له ولد ذكر، حتى بناته الكريمات الشريفات رضوان الله عليهن كلهن متن في حياته إلا السيدة فاطمة، فقد تأخرت وفاتها بعد وفاته 6 أشهر فقط. سبحان الله، أقول مبتدأ حياته ومختتم حياته ومضمون حياته شعارها الابتلاء. نحن الآن نبتلى قليلا فلا تكاد عقولنا ولا قلوبنا تحتمل. الذي يجن والذي يصرع والذي يضيق نفسه ونفسه والذي 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 ينحرف عن الدين والذي يصيبه من شيء عجيب، قال: إيه والله البلاء صعب، أنا ما قلت أنه سهل، ولكن هذا شأن الدنيا، هذا شأن الدنيا، شئنا أم أبينا. قال الله تعالى: ولنبلونكم، لام لام قسم، نون نون توكيد، كلها مؤكدات، أقسم أنني سأبلوكم في هذه الحياة الدنيا. سبحان الله، أقول مقدم حياته ما هو؟ اليتم، يتيم أبيه، يتيم أمه، يتيم جده. آخر حياته فقد أولاده في حياته ذكورا وإناثا. أما في أوسط حياته فمعلوم ما قدمناه أثناء السيرة من ابتلاءات في كل المجالات. سبحان الله العظيم، فابتلي بوفاة ابنه إبراهيم رضي الله تعالى عنه، ودفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا بقضاء الله تعالى وقدره. وتمر الأيام ليرسل إلى صحابي فتي شاب يدعوه إليه ليؤمره إلى آخر بعث يرسله في حياته الشريفة. هذا الصحابي هو أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. دعاه فقال: يا أسامة، أخرج إلى موضع قتل أبيك. من أبو أسامة أيها الأحباء؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه. زيد بن حارثة والد أسامة بن زيد. أين قتل زيد بن حارثة؟ في غزوة مؤتة. ومؤتة أين تقع؟ في بلاد الشام، في الأردن الآن. فقال: سر إلى موضع قتل أبيك فأوطئهم الخيل، يعني اجعل الخيل تطأ تلك البلاد، وأسرع حتى تسبق الخبر، بحيث لا تصل الأخبار إلا وقد بهتهم وقد وصلت إليهم قبل أن تصل الأخبار، فإلقهم وقاتلهم باسم الله عز وجل. ثم أوصاه بوصايا
وأمره بالانطلاق إلى ذلك المكان بعد أن تجهز هذا الرجل أو بدأ بالتجهيز هو والصحابة الذين أرادوا أن يخرجوا معه. فيسمع بعض الناس ممن دخلوا في الإسلام حديثا بأن أسامة بن زيد سيقود سرية إلى بلاد الشام ليقابل من؟ ليقابل الروم وبعض حلفائهم من العرب. فيقول: ألا يوجد غير هذا الفتى ليوليه علينا؟ سيدنا أسامة بن زيد فيما مضى، بحثت كثيرا عن هذه القضية من سنوات، فبعض المؤرخين يذكر أنه في 17 وبعضهم يقول في 18 وبعضهم يقول في 20 أو 22، وهذا هو الراجح والله أعلم، وهذا هو الراجح والله أعلم أنه كان ما بين 20 والثانية والعشرين. لكن على كل حال في 17، 18، 20، 22 هو في مقتبل الشباب، أمره أن يقود هذه السرية. من يخرج معه في هذه السرية؟ سرية فيها أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص تحت إمرة سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا. لذلك قال بعض الناس ما قال: أولا أنه شاب، ثانيا سيخرج معه كل هؤلاء القمم العظماء الذين كانوا في حياتهم من أكثر الناس بلاء في سبيل الإسلام، أي عملا جادا. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام هؤلاء قام في الناس خطيبة فقال: أيها الناس، إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، ويم الله، يعني أقسم بالله، ويم الله، إنه لخليق بالإمارة، وإن أباه من قبله لخليق بالإمارة، وإنه من خياركم فاستوصوا به خيرا. لخليق يعني لجدير، لخليق بالإمارة، وإن أباه من قبله لخليق بالإمارة، فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم وإنه من أحب الناس إلي. حتى كان يلقب أسامة رضي الله عنه بالحب ابن الحب، الحب أي المحبوب، الحب ابن الحب، المحبوب ابن المحبوب رضي الله عنه. سيدنا أسامة رضي الله عنه أيضا شأنه عجيب، منظره الخارجي لم يكن جميلا، كان أسود اللون، كان أنفه كبيرا، هذا ليس انتقاصا، هذا وصف بشري، كان أنفه كبيرا وكان أسود اللون رضي الله عنه، على عكس أبيه سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه كان جميلا أشقر. لكن أم أسامة رضي الله عنها وعنها أيضا كانت سوداء. فجاء لأمه يوما، كان سيدنا أسامة مضجعا بجانب أبيه، كانا نائمين، وكان رسول الله قريبا منهما، فمر بهما قائف، قائف الذي يشتغل بالقيافة، القيافة هي معرفة التشابه بين البشر، الآن في تحاليل صارت حديثا تثبت بنوة فلان، أبوة فلان، قرب فلان من فلان وهكذا. عند العرب كان هناك أناس خبراء ينظرون في الوجوه، في الأيدي، في الأقدام، فيقولون: هذا قريب فلان، هذا ابن فلان، هذا أخ فلان، هذا علم يسمى القيافة. فمر قائف بهما، الابن أسود، الأب أبيض،
يعني الإنسان العادي يقول لك ما هو معقول هذا ابن هادش ما هو طبيعي. فمر بهما قائف فنظر إليهما وكانوا قد غطوا رؤوسهما ولم تبن منهما إلا الأقدام، فقال إن هذه الأقدام لمن هذه الأقدام. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، سر بذلك. بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أنكر أن يكون أبو بكر وعمر في الجيش الذي يخرج فيه أسامة، ممن أنكر ذلك الحافظ بن كثير في البداية والنهاية، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى العسقلاني شارح صحيح البخاري قال إن هذه الرواية أثبت، وهي أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانا في جيش أسامة. نستفيد من هذا يا أيها الأحبة أن بعض الناس قد يميزهم الله تعالى بمزايا وخصائص حتى في مرحلة الشباب. استرجعوا معي أيضا بعد أن فتحت مكة وبدأ الناس والوفود تأتي إلى المدينة، ذكرت لكم قصة إنسان صار إماما في قومه. كم كان عمره؟ 6 أو 7 سنوات، عمرو بن سلمة رضي الله عنه. ذكرت في وفد ثقيف عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، كان أقلهم أصغرهم سنا، ولاه رسول الله عليهم إماما ومعلما وناصحا وموجها، سبحان الله. الآن طبعا عبر العصور، ليس الآن، يستثقل أكثرنا ذلك، يقول لك إيش هذا صغير، هذا كذا، هذا كذا. الله تعالى قد يختص بعض يعني عباده بمزايا، وقد يكرم بعض عباده بفضائل، سواء أكانوا صغارا أو كانوا مغمورين لا يدرى بهم في الناس. فلا تستحقرن عبدا من عباد الله، فلربما آتاه الله تعالى ما لم يؤتك، لربما أعطاه الله تعالى ما لم يعطك. على كل، هل خرجت هذه السرية، سرية أسامة بن زيد رضي الله عنه، لضرب الروم وإثبات قوة المسلمين بعد غزوة مؤتة وغزوة تبوك؟ الإجابة في العصر النبوي لا. لما؟ لأنها سبقت بالوفاة النبوية. يشاء الله تعالى أن يبتدئ بعد أن أمر رسول الله أسامة بالتجحز، أن يبتدئ مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي على إثره. ولذلك حديث سنأتي عليه، اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى، والحمد لله رب العالمين.